السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك. شنو مخالفتك؟ شلونك؟ مخالفتك شنو؟ مخالفتك شنو؟ هسه احنا وقفناك اثناء تواجدنا الميداني، شنو مخالفتك؟ والله ما ادري، طالع على باب الله. على عيني وعلى راسي، تعرف انه الدراجه تعرض ما مسجله؟ لا هاي 60 هاي ما تسجل. رحم الله والديك، يعني انت تعرف هي اصلا مو ضمن المواصفات. انا راح اسالك فيما يخص هذه المخالفه قانونا، احنا الفاصل بيننا وبين المخالف القانون. صحيح. قانونا شنو مخالفه؟ بالنسبه لسائق الدراجه يا اخونا، مصعد الويد ورا، اول شيء مخالفه اثنين على الدراجه ما يصير. تمام. اثنين ضرب الاشاره الضوئية. نعم. ما امتثل. نعم. ما امتثلت حبيبي، انا باوع عليك هنا. نعم. ما امتثلت الاشاره الضوئية. المهم انت عندك مخالفه. نعم. والدراجه ما سجلت. نعم. مسلوقه، فاعطينا اوراق الدراجه بس عليك. زين سؤال، انت تعرف هذه الدراجه ما تسجل، ليش اشتريت؟ قديمه عندي صارت. صحيح، بس بنفس الوقت لو ما اخذ دراجه ممكن تستفاد منها وتسجلها بدوائر المرور، تجنب نفسك المخالفه. نصيحتك الى اخوانك اصحاب الدراجات اللي نقول دراجاتهم ممنوعه ويعرفون ممنوع. احنا هاي الستينيه يعني ما ممنوعه، ما تسجل. نعم. احنا اشتريناها ما تسجل. نعم. هي ما تسجل. تستخدم. نعم. داخل الافرع. اي صح. مو الطرق الرئيسيه. الطرق الرئيسيه. صحيح. زين انا اريد نصيحتك الى اخوانك سائقي الدراجات. والله ما نصيحتي يعني شلون المرور يعني ازدحام. نعم. احنا نقدر نشتري هسه. نعم. ماكو توقف الاجراءات. نعم. ما لحقنا يعني كانت وعب. يعني احنا نعرف السيد وزير الداخليه المحترم. صحيح. انطى فتره جدا. صحيح. كافيه اكثر من مره. صحيح. مديريه المرور نوهت يعني على عيني وعلى راسي، لكن انت بهاي الحاله هم راح تستفاد من الموضوع، بامكان تستفاد منها داخل المنطقه، لكن انت مال على الشارع العام ممكن تعرض حياتك اولا للخطر وحياه الاخرين. صحيح. فيما يخص انه شخصين يكونون متواجدين على دراجة، هاي قرارات مخالفة تعليمات وهذا يعرضك للمخالفة والمحاسبة القانونية. أنا أعرف أنه أنت ضجت وانزعجت. لا بالعكس. بس القانون حلو وأكيد. نعم. أنت من تشوف مخالفة راح تنتقدها. نعم. صح لو أنا غلطانة؟ نصيحتك لأخوانك سائقي الدراجات. والله نصيحتي لهم بلكة يعيدون النظر ولو من وزير الداخلية. نعم. نكمل الإجراءات. نعم. المرورية. للعلم أنه المدة لتسجيل الدراجات كانت كافية جدا، أكثر من مهلة انطاها سيادة المعالي، لكن للأسف شفنا إقبال ضعيف جدا من إخواننا سائقي الدراجات، ومن تخلص المدة لتسجيل الدراجات للأسف الشديد يطالبون مدة أخرى. إحنا أكيد نتمنى لهم كل الصحة والسلامة، ونتمنى لإخواننا الله يكفيهم شر الحوادث، لكن أيضا نتمنى يكون هناك تعاون ما بيننا.